طرش خشارة أيام اذا مرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. حنا اليوم تنتواجدوا في مقاطعه باب تغزوت بالضبط في بين المعاصر. هاد السيده اللي تسكن في مدينه الرباط يعني تتقطن في مدينه الرباط لقات يعني اليوم انه جات باش انها تطمئن على الارض ديالها اللي دايره لها بطبيعه الحال مطلعه عليها حيط كما تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر يعني مطلعه حيط ودايره باب. تتفاجئ بانه شركه يعني السلامه الو اللي تابعه يعني الحاضره المتجدده تتلقى بانه الردم يعني المنازل اي للسقوط ولا اللي طاحت يعني اللي طاحت في نعم اللي طاحت في هنا في المدينه القديمه تيجيو يعني تطيحوا هما هذا الحيط اللي دايره هذه السيده هذه كما تتبعوا معنا من خلال هذا المباشر وتيرميوا لها هذا الردم هذا. السيدة يعني قامت بمجموعة ديال الإجراءات القانونية بما فيها مفوض قضائي جابت مفوض قضائي باش أنه يدير المعاينة خصوصا أنه الوقت تنعرفوا بأنه هذه السيدة دارت الحيط في إطار أنه باش تحمي المواطنين هنا في بالمعاصر بالإضافة أنه ما تكونش ملاذ يعني ملاذ الأشخاص اللي تتناولوا المخدرات وكذلك ما يكونش ملاذ الناس المتشردين اللي تيقلبوا على المأوى لنفوسهم. هذه السيدة هذه يعني جات صدفة ولقات نفسها بأنه الحيط ديال يعني الأرض ديالها طيحت لهذه الشركة اللي تابعة للمجلس الجماعي الحاضرة المتجددة وبالإضافة أنهم بداوا يرميوا هذا الردم بدون الموافقة ديالها بدون الرجوع يعني بدون أنهم ما يرجعوا لها أو يتصلوا بها باش ياخذوا منها الموافقة. لالا شي عافاك الله يستر عليك لهذا الظل هنا. تفضلي أنا خلي أجل تفضلي. إذا نخليوها هي تحكي على لسانها هذا المشكل اللي تتعاني منه طبيعة الحال. تفضلي لالا عافاك تفضلي. يعني بغيتك تحكي لنا اشنو واقع عليك بالضبط في هذه الارض هذه قربي شويه. واقع عليا اتصلوا بيا الجيران دياولي اليوم مع الصباح جيت تنشوف هذا المحل ديالي حيدوا لي الحيط ونضوا شدوا هذا الردم نضوا رموه ليا هنايا وتنتفاجئ كارثه. هذه ماشي حشومه الانسان يكون في مدينه ويكون محله سادو تيكون ديالو في الاخر تيتفاجئ بهذا المشكل ديال هذا الردم. نعم انت قلتي لي بانك ساكنه في مدينه الرباط يعني ما فراسيش واقع لا لا ما فراسيش. نعم نعم وهما كيستغلوا قال لك مده ديال 3 شهور ل 4 شهور تقريبا هما تيخدموا هذه المسائل ديال هذا الشيء. نعم ديال هذا الردم. نعم ويعني واش تم الاشعار ديالك من طرف هذه الشركه ولا لا؟ لا ما خبرني حتى شي حد. خبروني اليوم الجيران كيخبروني انا شديت الطريق وجيت. نعم نعم وشحال المده هما مستغلين مستغلينهم تيقولوا الشركه اعترفت ليا ملي مشيت للشركه قال لك كاينه السلطه وكاينين الناس اللي مدخلين هما اللي سلموهم المحل. نعم. ريبوا الحيط وهما اللي سلموهم المحل. نعم ويعني فاش مشيتي عند السلطه قالت لك السلطه لا السلطه باقي ما مشيتش عندها. نعم دابا باقي ما اتصلتش بالسلطه. نعم مشيت للشركه وهما كيعترفوا كيقولوا لك كاين هذا الشيخ والمقدم هما اللي قالوا لهم فين تحطوا ديروا ريبوا الحيط وحطوا هذا الشيء ديال الردم ديال الضيوف. الردم ديال الضيوف ديال الضيوف عارف انا شنو ديال. نعم نعم السؤال يعني واش هذه الارض هذه كانت خاويه ما كانش فيها حتى شي حاجه هنا؟ لا لا الارض خاويه وكان داير عليها السور وكانت نقيه. حنا اللي ردتي لها البيت والجيران ديالي الا كان شي حاجه دائما تيتصلوا بيا. نعم ودوكا شنو فاش تطالبي لالا انت؟ وتنطلب شغن نقول لك انا تفاجات لحد الان انا متفاجئه ما عرفتش شنو غادي نعمل وما عرفتش شنو غادي ندير. انا درت مفوض قضائي دا معينه ديالو وغادي نشوف ديك الساعه غادي نلتج للمحكمه. نعم هادشي اللي كان. نعم يعني الشركه هذه اللي جات استغلت الارض ديالك بدون الموافقه بدون بدون انه يعني بدون العلم ديالي بدون. نعم. اي حاجه حتى من السلطه ولا اي حاجه ما كاين حتى شي حاجه اللي قال لي هذا الى الجيران ديالي هما اللي اتصلوا بيا هذا الصباح. تقهرنا بالاخرى عاد عيطنا. نعم نعم
الشريف واش انت نفس المشكل ياك سيدي؟ تفضل تفضل، هذا هو نفس السيد اللي تتم الاستغلال ديال الارض ديالو. تفضل سيدي، اش واقع عليك هنا في الارض ديالك سيدي؟ تفضل. وجيت نعم سيدي، تلقيت هاد الناس محتلين ديال المحل. قربك شويه الميكرو. تلقيتهم نعم سيدي هنا في المحل ديالي محتلين. قلت لهم اش كديروا؟ قال لك راه هادشي ديال الدوله راه بغينا نديروا. قلت له انا راه ما يمكنش، جيتو ما شاورتوني، ما خلطتو دخلتو احتليتوا لي محلي. قال لك بغينا نحطوا غير شي حاجه هنا ونديروا عساس ونديروا كذا ونخرجوا شويه. نعم سيدي بداو يجيبوا التراب. قلت له نعم سيدي واش هادشي؟ قال لك حنا دوك هذا ماشي محلك، كنحطوا المحل التراب هنا الاخر، ماشي محلك هذا. في الجار هنايا. قال لي انت محلك. قال لي نحطوا التراب هنايا نعمس. ايوا هادشي نعم سيدي. الله واش هما تم الاشعار ديالك باش تستغل الارض اشعروا؟ بعدا قالوا لك راه حنا غادي نستغلوا الارض ولا لا؟ قال لك نعم سيدي حنا راه حنا حاطين هنا. المقدم جا نعم سيدي قال لك راه الباشا اللي جابهم هنا مقدم. نعم قال لي اجا الباشا اللي جابهم هنايا. ملي مشات نعم سيدي وليت تنهضر مع مول الشركه جا هنا ما تلاش بغا يهضر معايا، تيطفي عليا التليفون. نعم ولي جا المقدم نعم سيدي تا هو قال لي واحد السيمانه خو دازت نعم سيدي 15 يوم ما خواوش، وانا نعيط على السيده هذه. نعم. مولات المحل الاخر قال لي راه ذيك السيده راهي عاطيانا المحل، حتى هي قالت لي قال لي راه هما اللي عاطيانا، وانا نعيط على السيده. ملي جينا لقينا هما تيقول لي انا اللي عاطيهم، وهي كتقول لي راه السيد اللي عاطينا. نعم واش اللي عطى الله؟ وهالجيران نعم سيدي كلهم عندك انت الشريف؟ الضرر عند الجيران كاملين. الضرر نعم سيدي الجيران كلشي تيقولوا لي انت شديتي الفلوس، انت شديتي الفلوس ودرتي وكتكرفص علينا والعجاج نعم سيدي وهادشي اللي درت. وانا نعم سيدي ما شديت لا فلوس ما علمونيش، تلقيتهم في محلي نعم سيدي، تدخلوا لي المحل حطوا لي محل. شكرا لك سيدي. هاني انا مس. اذا على العموم كما تابعتم معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر، هذه السيده اللي يعني تتقطن في مدينه الرباط، بالاضافه لهذا السيد يعني صاحب هذا المحل هذه الارض هذه، يعني تفاجؤوا بانه شركه تابعه للحاضره المتجدده استغلوا هذه الارض ديالهم بدون موافقه دون الاشعار، يعني الاعوان السلطه يعني هما اللي قاموا بهذه المبادره هذه مع الشركه، شركه تابعه للحاضره المتجدده اللي يعني من في اللي تابعه طبيعه الحال المجلس الجماعي. يعني الضرر اللي شكل على هاد الارض هذه هو انه الدم من تيترمى هاد الناس هادو الساكنه، تنشوفوا هاد ساكنه الحي اللي ساكنين هنايا بالقرب هاد المكان هذا، يعني الغبره العجاج تيطلع لهم طال ديورهم، وما يتصلوا باصحاب الاراضي اللي يعني باش انهم يعني يخبروهم وكذلك يعني يتشكاو لهم من هذا الشيء اللي واقع لهم، يعني هذا الدم اللي كثير اللي تترمى على الارض ديالهم واللي بطبيعه الحال شكل لهم ضرر بسبب الغبره وبسبب الغبره اللي تتصاعد بشكل كبير، هو اللي يدفعهم انهم يتصلوا بصاحب المحل وصاحب صاحبات الارض اللي تفاجات انه الارض ديالها يعني مدوره عليها حيط، لقات الحيط بانه تردم يعني طيحوه وبداو تيرميو فيه الردم كما تشاهدوا معنا متتبعينا. على العموم المسؤوليه تتحملها تتحملها الشركه وتتحملها كذلك السلطه المحليه اللي خصهم يتدخلوا، لانه ما كاينش شي حاجه تقوم الا باشعار صاحب الملك، يعني صاحب الملك خصوصا انه تنحاربوا بحنا بحال هاد الامور هادو، يعني في الوقت اللي تتكون بحال هاد الاراضي اللي خاويه تكون السيده مدوره الحيط باش انه ما يكونش مكان للمتشردين والمتشردين وصحاب كذلك اللي تيتناولوا المخدرات، فاذا بها تتفاجئوا بان الحيط طاح وتم استغلال هذه الارض بدون سابق اشعار. هذه رساله لوالي جهه مراكش اسفي اللي خصو يتدخل على الفور باش يشوف هذه الشركه هذه اللي تتستغل يعني يعني العلاقه مع المجلس الجماعي وكذلك العلاقات ديالها باش انه تتم الترامى على الاراضي ديال الملك الغير. شكرا لكم متتبعينا وتحياتي لكم من خلال هذا المباشر.